السلام عليكم وحييكم اللعيبة، معاكم عبد الكريم. بما اننا تعودنا اكثر على جهاز البلاي ستيشن 5، حبيت اعطيكم 9 اشياء لازم تعرفونها عن واجهة المستخدم على الجهاز الجديد. اذا عجبكم موضوع حلقة اليوم لا تنسوا تعطونا اللايك، تشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل شيء جديد من بلاي ستيشن. رقم 1، الشاشة الرئيسية لجهاز بلاي ستيشن 5. إذا وصل لك جهاز البلاي ستيشن 5 الجديد فأكيد لاحظت المظهر الفريد للشاشة الرئيسية. هذا هو المكان اللي تبدأ فيه إذا شغلت الجهاز. تم تصميم هذه المساحة لتقديم محتوى الألعاب بشكل جميل على شاشة 4K مع وصول بسيط وسريع للغاية. عشان تنتقل في القائمة تمرر الجيل للأسفل لرؤية الأنشطة اللي يمديك تنتقل لها مباشرة. تحتوي كل لعبة من ألعابك على مركزها الخاص هنا. تستفيد أيضاً للألعاب البلاي ستيشن 4 المتوافقة مع الإصدارات السابقة من بعض هذه الميزات. هنا بتلقى البلاي ستيشن ستور والبلاي ستيشن بلس والتطبيقات المتعلقة بالوسائط أيضاً لها مساحتها الخاصة. رقم 2، مركز تحكم البلاي ستيشن 5. يوفر لك مركز التحكم في البي اس 5 الوصول إلى كل ما تحتاجه من النظام بضغطة واحدة على زر البلاي ستيشن على يد تحكم الدول سنس. من هنا ضغطة واحدة وكمان ترجع للعبة. لكن خلونا نوقف لحظة وننظر حولنا. تقدر تتعرف على أشياء مثل مين من أصحابك متصل والتحقق من حالة التنزيل وإدارة وحدة التحكم والطاقة والمزيد. رقم 3، البطاقات هي عنصر جديد لتجربة المستخدم على البلاي ستيشن 5. البطاقات الجديدة تتيح لك التفاعل مع الألعاب والنظام بعدة طرق. أولاً يعرض لك مركز التحكم بطاقة خاصة تسمح لك بمواكبة آخر الأخبار اللي نشرت عن الألعاب اللي تتابعها. البطاقة الثانية تطلع لك الوسائط الحديثة اللي التقطتها من طريقة اللعب الخاصة بك باستخدام زر كرييت على يد التحكم الدول سنس الجديدة. رقم 4، تعرض الأنشطة أيضاً في مركز التحكم على شكل بطاقات، وهي واحدة من أقوى المميزات الجديدة لوحدة التحكم في بلاي ستيشن 5. هذا جزء من خطة بلاي ستيشن لإزالة العوائق أمام ممارسة اللعب، وتم تقسيم المستويات والأهداف المختلفة في اللعبة إلى أنشطة، بعضها نشط والبعض الآخر يقترح النظام. نشوف الأول كمثال. أقدر أشوف أني ما كملت المستوى تماما إلى الآن، ونفتحه ونشوف معلومات أكثر. هنا تشوف الأهداف الرئيسية اللي ما حققتها، بالإضافة إلى جزء مهم جدا من المعلومات مثل تقدير وقت اللعب اللي يمنحني فكرة عن المدة اللازمة لإكمال النشاط. تتيح لك بعض الأنشطة الانتقال إلى هذه النقطة في اللعبة نفسها، فهي مصممة لتسهل لك سرعة العودة إلى الألعاب على البلاي ستيشن 5. رقم 5، مساعدة بلاي ستيشن 5 لإكمال الألعاب. ميزة أخرى جديدة على وحدة التحكم من الجيل الجديد هي مساعدة الألعاب في البلاي ستيشن 5. يتم تضمينها كميزة لأعضاء البلاي ستيشن بلس النشطين، وهي ميزة في بعض الألعاب على البلاي ستيشن 5. إذا كانت المساعدة متاحة تقدر تفتح هدف في نشاط للوصول إلى تلميحات رسمية بدلا من البحث عبر شبكة الإنترنت والمسح عبر مقاطع الفيديو والتهرب من اللي يحرقوا عليك اللعبة. في هذه الحالة التلميح عبارة عن مقطع فيديو يضع جنبا إلى جنب مع طريقة اللعب، بحيث يمديك تلعب وتشاهد تعليمات اللعبة في نفس الوقت. رقم 6، تلعب المجموعة الآن دورا أكبر على البلاي ستيشن 5. تم تصميم المجموعة لتلعب دورا أكبر على البلاي ستيشن 5، واللي توصف بأنها مساحات ثابتة للتواصل مع المجموعات اللي تلعب معاها. من هنا تقدر تفتح الإشعار بضغطة زر على البلاي ستيشن وتقرر الانضمام إلى الدردشة الصوتية. بالإمكان بدء مجموعة من على تطبيق بلاي ستيشن للأجهزة المحمولة أو من بلاي ستيشن 4 أو بلاي ستيشن 5، مما يؤكد أنه لاعبين PS5 قادرين أنهم يتجمعوا مع الأصدقاء على البلاي ستيشن 4. نظراً لأن وحدة التحكم الدول سنس تتميز بميكروفون مدمج، تقدر تبدأ في التحدث على الفور، وعندك خاصية أنك تضغط على زر الكتم في وحدة التحكم أو في القائمة. إذا شارك أي أحد من المجموعة شاشته كميزة مساعدة للألعاب، الشاشة اللي شاركها صديقك تكون إما جنباً إلى جنب أو صورة داخل صورة، حتى تقدر تدردش وتشاهد صديقك يلعب أثناء الاستمتاع بأي لعبة تلعبها بنفسك. رقم 7، التقط وشارك الوسائط الخاصة بك على بلاي ستيشن 5. لما تضغط على زر كرييت في الدول سنس تظهر لك هذه الخيارات. يتيح ذلك للاعبين تكوين لقطات شاشة عالية الجودة والتقاطها لمشاركتها لاحقا. يلتقط بلاي ستيشن 5 لقطات شاشة وفيديو بدقة توصل إلى 4K، ولما يحين وقت المشاركة يؤدي النقر فوق زر بلاي ستيشن إلى إظهار مركز التحكم اللي يعرض لك هذه البطاقة، الوسائط اللي تم التقاطها مؤخرا. في خيارات للتحرير السريع لصورك ومشاركتها في الخدمات الخارجية المدعومة مثل تويتر،
ولكن تماشيا مع الدور الجديد والأكبر اللي تلعب المجموعة الآن على البلاي ستيشن 5 يمكن مشاركتها هناك مباشرة أيضا. رقم 8، استكشف متجر بلاي ستيشن، المتجر اللي يجمع كل ألعابك وتتوفر طريقة عرض أخرى على تطبيق بلاي ستيشن على الأجهزة المحمولة، يبقيك على اطلاع دائم بالقصص الرسمية من بلاي ستيشن ومن جميع الألعاب اللي تتابعها بما في ذلك الوسائط الشائعة من المجتمع. أما بالنسبة لمتجر بلاي ستيشن اللي يمديك تشوفه على شاشة بلاي ستيشن 5 الرئيسية، فقد تم دمجه الآن في نظام وحدة التحكم بدلا من تطبيق مستقل، وبذلك أصبح تصفح الألعاب الآن أسهل بفضل سرعة بلاي ستيشن 5. رقم 9، إحدى المميزات الجديدة اللي مفيدة للغاية هي الإملاء الصوتي على بلاي ستيشن 5، وهو مدعوم بعدة لغات بفضل الميكروفون المدمج في وحدة التحكم اللاسلكية الدول سنس. أصبح من الآن الأسرع والأسهل إرسال الرسائل إلى الأصدقاء أثناء استخدام البلاي ستيشن 5، خاصة إذا كنت ترسل رسائل مع الوسائط اللي التقطتها باستخدام زر الكرييت اللي موجود على الدول سنس. وهذه كانت 9 أشياء لازم تعرفونها عن واجهة المستخدم الجديد. أتمنى أنكم استمتعتوا بالحلقة واستفدتوا فيها. حطوا لي تحت في التعليقات إيش أكثر ميزة عجبتكم في واجهة المستخدم الجديدة، ولا تنسون تعطونا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل شيء جديد من بلاي ستيشن.